عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة والبداية مع العالم. توزيع جوائز مسابقة أول نوفمبر في طبعتها 25 وتكريم المجاهدين عثمان بالوزداد والراحل لمين بشيشي بالمركز الدولي للمؤتمرات. استعدادا لعملية التلقيح ضد كوفيد-19 تجهيز 18 غرفة تبريد لحفظ اللقاح بوهران. محلات تجارية جديدة يستفيد منها التجار ب 5 مليون في إطار برنامج وطني للقضاء على الأسواق الفوضوية. وبالبويرة تجربة رائدة لزراعة نبتة الزعفران وآفاق لدخول عالم التصدير. وفي المنيعة وفرة في إنتاج الحمضيات في ظل مشكل التسويق. أهلا بكم من جديد. إذن احتضن المركز الدولي للمؤتمرات حفل توزيع جوائز مسابقة أول نوفمبر في طبعتها 25 بحضور عدد من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بالأخضر والأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق وممثل عن وزارة الدفاع الوطنية. الحفل استهل بتكريم المجاهد عثمان بالوزداد إلى جانب تكريم روح الراحل أمين بشيشي. عن التلفزيون نسيمة يعقوبي. جائزة الفاتح نوفمبر لطالما دأبت على ترسيخ الاهتمام بتاريخ ثورتنا وكفاح مجاهدينا لتفتتح الطبعة 25 بتكريم المجاهد عثمان بالوزداد وروح الراحل لمين بشيشي. وجدته طالبا ثم بعد ذلك معلما ثم بعد ذلك مجاهدا، واقترن الجهاد بجهاد السلاح وجهاد القلم ثم بعد ذلك جهاد الصوت وبالكتابة. إن قطاع المجاهدين وذوي الحقوق يصب كل مجهوداته في إطار تشجيع ودعم المحافظة على الذاكرة التاريخية وإثرائها وكتابة التاريخ الوطني وتعليمه للناشئة لتسترشد به الأجيال الصاعدة فيما تقتحمه من مجالات وما تبذله من أعمال في إطار رفع التحديات وكسب الرهانات وحماية المكتسبات. أحسن الأعمال الأدبية والفنية، الدراسات والبحوث التاريخية تقف اليوم على منصة التتويج، أبطالها شباب أرادوا للتاريخ أن يحفظ ويدون. فالأمة التي تعرف تاريخها تعرف مستقبلها وتعرف في أي اتجاه تسير، وطالما نحن يعني نكتب ونثري الثورة فبالأكيد بأننا في الاتجاه الصحيح. جاء هذا العمل من شاب ليقول أننا لم ولن ننسى ما فعلته فرنسا حتى ولم نعيش فترة الثورة. موعد للإبداع والتنافس الراقي ونيل شرف المساهمة في الحفاظ على الذاكرة التاريخية. أشرف وزير وشؤون الخارجية صبري بوقدوم ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو بمقر وزارة الخارجية على افتتاح معرض للبيع والتعريف بالصناعات التقليدية بهدف التعريف بالمنتوجات التقليدية الوطنية والتسويق والترويج لها كأحد عناصر الجذب السياحية. انتهز هذه السانحة للتنويه بالشراكة القائمة بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية في سبيل ترقية وجهة الجزائر السياحية والترويج لمختلف منتجات صناعاتنا التقليدية في الخارج والعمل على إبراز الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الجزائر. لا يسعني إلا تثمين الجهود التي بذلت لتنظيم هذا المعرض والتعبير عن تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق إخواتي وإخواني الحرفيين. الوسط الحرفي عبر كل ولايات الوطن عانى كثيرا من تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19
على غرار باقي القطاعات الأخرى، لكن إرادة وعزيمة الحرفي الجزائري كانت أكبر بكثير من هذه الظروف التي عاشتها بلادنا خلال هذه السنة، دون أن ننسى الإجراءات المتبعة. أكد اليوم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر في حوار مع جريدة المجاهد أن معظم الورشات التي باشرتها دائرته الوزارية في إطار إصلاح قطاع الاتصال قد بلغت مرحلة متقدمة، لا سيما تلك التي تهدف إلى وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية وتحيين القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي من أجل تسويق منتجات القمر الاصطناعي الكومسات واحد. وأكد الإشهار واستطلاع الرأي مشيرا إلى أن مهنة الإعلام أساسها روح المواطنة والقيم التربوية ونبذ الكراهية والعنصرية والجهوية والطائفية والعنف التعبيري وكل أشكال الإقصاء. أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو ووزير الرقمنة والإحصائيات منير خالد براح ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير إلى على افتتاح أشغال اجتماع تنسيقي لرصد الاحتياجات المستجدة للفئات الهشة، لا سيما مناطق الظل، خاصة بعد جائحة كورونا، وهذا بتخصيص بطاقية وطنية موحدة لفائدة هذه الفئة. هو اجتماع تنسيقي هدف المستقبلي هو إعداد بطاقة موحدة كهدف مستقبلي. الجديد في الأمر أنه ليست فقط الإعانات، ولكن تحديد البرامج اللي تخلي هذه الفئات تخرج من حالة الإعوزاز إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية. المحافظة على السياسة التدعيمية للدولة إلى جانب مرافقتها بالبرامج الاقتصادية والاجتماعية اللي تخلي الفئات تخرج من حالة الإعوزاز إلى النشاط. قطاعنا الوزاري يساهم ويرافق هذا العمل التنسيقي في إطار العمل الوزاري المشترك الهادف في هذا الملف بالذات إلى إعطاء العناية، كل العناية والاهتمام للفئات الهشة من مجتمعنا في إطار سياسة التضامن الوطني. في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة نوعية يومي 25 و26 من الشهر الجاري كميات ضخمة من الكيف المعالج تقدر ب 27 قنطارا و2 كيلوغرام فاصلة 86 تم حجزها عبر الحدود مع المغرب. في هذا الصدد حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة أم العشار الحدودية بتندوف كمية كبيرة من الكيف المعالج قدرت ب 18 قنطار و 61 كيلوغرام، فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني ببشار 6 قناطير و 71 كيلوغرام فاصلة 86 من نفس المادة. كما تم حجز كمية أخرى من الكيف المعالج قدرت بقنطار و70 كيلوغرام من بكل من وهران وتلمسان. تأتي هذه النتائج النوعية لتضاف إلى العديد من العمليات التي تخوضها يوميا مفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح المعنية، والتي مكنت من إحباط إدخال هذه السموم التي تحاول عصابات التهريب القادمة من الحدود المغربية ترويجها في بلادنا. صحيا، قامت مديرية الصحة والسكان بولاية وهران بتجهيز 18 غرفة تبريد مجهزة بكل المقاييس، والتي تتماشى مع نوعية اللقاح المتعلق بكوفيد-19. خيرة بوطالب. هذه هي غرف التبريد الخاصة لحفظ لقاح كورونا، وهي من بين 12 غرفة تبريد أخرى موجودة على مستوى ولاية وهران، تحتوي على درجة حرارة تتماشى وطبيعة اللقاح بطاقة استيعاب تقدر ب 60 ألف متر مكعب. خدينا
مؤسسات التبريد فيهم مقاييس، مقاييس أولا وقبل شيء تاع التبريد اللي يقدر يمشي حتى ناقص 40 درجة دونك موان 40. ثانيا هاد الأماكن هادو يكون عندهم اللي نسموهم حنايا واحد لافيشور، يعني تكون واحد يعني ناباري يكون عند الباب باش نقدروا نعرفوا درجة الحرارة اللي تكون الداخل باش يكون هنا باش نقدروا نحافظوا على الفاكسن تاعنا. كل المحيط نتاع الغرفة تاع التبريد يكون معقم ويكون مبرد. حددنا كنا عدد لباس به نتاع شاحنات اللي يقدروا ينقلوا التلقيح هذا، ينقلوه حتى هو في ظروف نتاع التبريد باش تبقى اللي نسموها احنا سلسلة لاشان دو فروا. خصصنا على مستوى مؤسسة أول نوفمبر 18 غرفة تبريد، 6 غرفة تبريد متواجدة على مستوى الصيدلة المركزية للمؤسسة، و6 غرفة تبريد متواجدة على مستوى حقن الدم، مركز حقن الدم. الأمل بعودة الحياة إلى ما بعد كورونا تدفع بالمواطن إلى ضرورة التلقيح ضد هذا الوباء. رئيس غيجيب لنا اللقاح ونديروه وإن شاء الله هذا الوباء يروح علينا إن شاء الله بربي. نجيبوها لنا حاجة مليحة. والله احنا وما احنا ماذا بينا نديروها حاجه باينه ندير فاكسان ولي حياتي نورمال ماذا بي حاجه مليحه ماذا بينا حاجه مليحه هذه. في انتظار وصول اللقاح الى ارض الوطن يبقى المواطن متقيد بالبروتوكول الصحي للوقايه من هذا المرض. وفي تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا سجلت 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 97,857 حالة مؤكدة، في حين تمثل للشفاء 65,505 من بينهم 361 تمثلوا أمس للشفاء، كما سجلت أمس 6 حالات وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 2,722 وفاة رحمهم الله جميعا. في مجال السكن تم بسيدي أحمد وعين النحالة بولاية تلمسان توزيع 235 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، فيما ستوزع حصص سكنية أخرى في أقرب الأجال المادي بالمال. تهيئة طرقات جديدة وبنوعية رفيعة ميزت الفضاء الذي شكلته 235 وحدة سكنية التي وزعت على المواطنين الذين دخلوا شققهم الجديدة في أجواء غمرتها الفرحة. نشكر السلطات الجزائرية والدولة الجزائرية على المجهودات اللي راه قايمة بها في مجال السكن. هذه مدة 18 سنة وإحنا مغبونين وربي راه فرج علينا. الحمد لله ربي وفقنا وسكننا والعقبة اللي ما داوش إن شاء الله. خويا الشعر لا يوصف، رانا ميتين بالفرحة بورتو. هذه عامين وحنا نتسناو ولا هذه شحال من عام وحنا في الغبينة، ما كاش كوزينة ما كاش، الحمد لله ربي يفرج. الجانب البيئي وتوفير مرافق تربوية من الضروريات التي تشكل الأحياء الجديدة. هناك عمليات أخرى مماثلة ستتلوها في القريب العاجل عبر كل بلديات الولاية التي استوفت كل الشروط. برنامج فيه أيضا توزيع حوالي 4000 سكن أخرى في المستقبل القريب، منهم في خلال هذا الشهر إن شاء الله 980 سكن على مستوى مدينة منصورة. كل هذا البرنامج يسمح طبعا ب يعني أخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان في هذا المجال. وفي الأفق القريب توسيع في النسيج العمراني بولاية تلمسان التي ستواصل عملية التوزيع لفائدة المواطنين المعنيين بالإسكان. إلى ولاية عين الدفلة، وفي إطار القضاء على الأسواق الفوضوية تم فتح سوق جواري بخميس مليانة. عمر بعلي. بساعديه يشارك لمين في عملية ترحيل هذه السوق الفوضوية بمركز بلدية خميس مليانة، أملا منه في تغيير وضعيته التجارية إلى الأحسن في الأسواق المنظمة التي وفرتها لهم السلطات المحلية. كانت ماشي حاجة سهلة، رانا من 2010 وحنا يا مصطالين لهنا. الحوانت الحمد لله رام واجدين وكلش، ما بقى علينا احنا ان شاء الله غير نروحوا لحوانتنا ونخدموا بطريقه حضاريه
خم اللي كنا هنايا مهمشينو كامل. هذه العمليه هذه اللي اقرها السيد الوالي تهدف الى تحسين المحيط المعيشي للمواطن، وكذلك بالدرجة الأولى وهو رد المساحة هذه الجميلة إلى المواطنين اللي يستفدوا بها. محلات تليق بمزاولة جميع الأعمال التجارية وفرت من أجل القضاء على الأسواق الفوضوية من جهة، وتحسين جو العمل للتجار من جهة أخرى. ذكرنا في السوق الجواري سيتي بيكا اللي يتمثل في 153 محل، قمنا توزيع هذه المحلات على التجار هذو، ومازالنا عمليات اخرى تتمس احياء وحده اسواق فوضويه اخرى. عندنا مجموعه 468 محل. مواقع الاسواق الفوضويه التي كانت تشوه المنظر العام للبلديه اليوم بعد ترحيلها ستستغل في انشاء مساحات خضراء ستزيد بالتاكيد في جماليه هذه الاحياء. استفادت مناطق الظل بولاية تسمسلت من مشاريع تنموية أهمها التزويد بالماء الشروب وربطه بشبكة الكهرباء والغاز، وأيضا تهيئة والطرقات. حنان بوري. قرية عين قرقور بدواويرها الخمس استفادت من مشاريع تنموية أزالت المعاناة على قطنها، فالماء الذي حمل سابقا في الدلاء والغاز بالقارورات أصبح اليوم متوفرين في المنازل. كنا مغبونين من الغاز ودوك الحمد لله يا ربي الماء ثاني راهم اليوم طايقوه لنا، هي هذه اللي كانوا خاسرين راهم كاينين تريسينتي الماء الغاز كلشي. كنا نامروا بالجواريك والبوادين والوسمو الحمد لله دوك جانا الماء. الماء الحمد لله تريسينتي الغاز. عنده 150 عائله ستستفيد من المياه الصالحه للشرب، وعندنا اكستنسيون توسيعه الشبكه الى خمس دواوير باجمال 600 عائله. ظروف الحياة بالنسبة لهؤلاء المواطنين تحسنت بفضل التكفل باحتياجاتهم. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه كلها نعم الله سبحانه وتعالى. الكهرباء، الطريق، الماء، الغاز، كلها نعم الله سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، الإنسان دائما مهما يكون فيسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه النعمة ويدومها علينا إن شاء الله يا رب العالمين. وفرنا كلش الماء خويا، فرحة لينا كاع للدوار الحمد لله الماء والغاز. ولاية تسمسلت ماضية قدما لإنجاز 203 مشاريع لفائدة 201 منطقة ظل محصاة على مستوى الولاية. ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن تم ربط بعض القرى والمداشر بولاية الصيف بشبكة الغاز الطبيعي، خاصة في ظل تساقطي الثلوج العينة من منطقة ابن فودة، مع السعيد بلونيس. ولاية الصيف كانت ضمن النشرية الجوية الخاصة حيث عرفت سقوط أولى زخات الثلوج لتعيش هذه الأجواء الباردة، لتقترب كاميرا التلفزيون من إحدى المناطق الأكثر برودة ببلدية ابن فودة لنعيش أجواء أخرى دافئة روحانية مع رواد هذه الزاوية التي تنعم بمزايا الغاز الطبيعي الذي مكنها من الوجود. اليوم الحمد لله مع وجود الغاز رانا في راحة تامة، وكل شيء موجود مع على إثر الغاز، حتى الطلبة يتشجعون لأنهم يجدون الغاز، يجدون التدفئة، يجدون كل شيء من خلال وجود الغاز هنا. فنحن من هذا الجانب نحمد الله تبارك وتعالى، وشكرا لدولتنا التي هي مهتمة أكثر مما نفكر فيه نحن. رواد هذه الزاوية هم من أبناء جنوبنا الكبير يعيشون لأول مرة هذه الأجواء المتميزة، فكانت لنا معهم هذه الأصداء. خلاص نكظن ما تكون الصيف ولا الصيف ولا بروبة أنا أيام تجرى كنا ترجع لها الخراس ما شاء الله الحمد لله نعم هنا الزاوية زاوية العمارية أيام تتابع الصيف بدنا ما تدخل سنة ريجن بارك الله الحمد لله الترج خلال ما تجي الترج بارك الله ما شاء الله هكالي هو سكين خلاص كاين كلش ما تلورنت اللي ما تسخن ما شاء الله هي اللي كلش. ما قلت شفت البرد الثلج لهنا جامي شفت الثلج شفت الثلج لا في بلاد هذا الصيف. البرامج المختلفة للتزود بالغاز الطبيعي رفعت الغبن عن المواطن وجعلت الحياة ممكنة في أصعب الظروف الجوية والتضاريسية.
وحتى يتمكن التلاميذ من تحصيل علمي في ظل ظروف جيدة، تجهزت كل المؤسسات التربوية بدائرة تغيت بولاية بشار بالتدفئة داخل الأقسام. فاطمة الزهراء مربوح. تتواجد بدائرة تغيت ببشار 9 مؤسسات تربوية، منها 6 ابتدائيات تتوفر جميعها على التدفئة داخل الأقسام، أين يزاول التلاميذ ومعلموهم دراستهم في جو من الأريحية مع مراعاة للتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي الوقائي لمنع تفشي فيروس كورونا. التدفئة الحمد لله منذ 4 سنوات متوفرة، كان قبلها توفروا لنا المدفأات والربط بالغاز المدينة، وتتم صيانتها كل عند دخول موسم دراسي. القسم مجهز سواء التدفئة، كل شيء في الحقيقة جد مرتاحين سواء من جهة التلاميذ أو المعلمين أو الطاقم. كنت دخل القسم لقوا قسمنا دافي وواسع ونقرأ مرتاحين. 4 ابتدائيات من أصل 6 تستعمل لتوفير التدفئة حاليا المكيفات الهوائية في انتظار ربط المدارس بشبكة الغاز الطبيعي، والتي فاقت نسبة الأشغال بها 60%. مدرستنا تعتمد على التدفئة باستعمال المكيفات الهوائية، ريثما يتم الربط بشبكة غاز المدينة. الان رانا نشوفوا باللي راها الشبكه الرئيسيه راه تنجز، ان شاء الله في المستقبل غادي يتامن بغاز المدينه ان شاء الله 2021، يعني ممكن جدا البلديه تكفل بوضع الشبكه الداخليه. توفير التدفئه داخل حجرات الدراسه من العناصر الضروريه التي توليها الدوله اهميه كبرى، حتى يتمكن التلاميذ من تلقي تحصيلهم العلمي في ظروف جيده. أما في التنمية الفلاحية فتعرف زراعة الزعفران بولاية البويرة رواجا كبيرا لدى بعض المستثمرين، زراعة يعول عليها في عملية التصدير، خاصة وأن سعرها باهظ جدا في الأسواق العالمية. تقول نسيمة يعقوبي. الزعفران أو ما يطلق عليه باسم الذهب الأحمر، زراعة باتت تعرف رواجا خلال 3 سنوات الأخيرة بولاية البويرة. رحال كسيلة من المستثمرين في هذا المجال. كما هذو عندي 3 سنين، العام الثالث. العام الأول غرست 500 متر كاري هنايا، العام الأول نحيت 78 غرام، والعام الثاني نحيت 480 غرام، والعام الثالث رانا فيه راني لاحق ذوك 400-500 غرام، ومازال الخير إن شاء الله. الوردة هذه تقشرها كما يقولوا هذه، ومن بعد تنحس الجون هذا، يبقى لك غير 3 بيستيل. هذا شاك فلور عندك 3 بيستيل. هذا هو الزعفران الحر تاع الشعره. نبتة تغرس شهر أوت من كل سنة ليتم جنيها شهر نوفمبر ولمدة أقصاها 25 يوما، وهي الزراعة التي يراهن عليها كثيرا لتكون المعادلة الحقيقية في عملية التصدير. لازم يتباع للخارج. هنا عندنا يقول لك راه غالي، حنا درك حنايا رانا نبيعوا فيه 200000 300000 الجرام، 300 مليون الكيلو. الفائده تاعو ان شاء الله هي نعوضوا حنا الزعفران يعوض البترول في السومه في الاقتصاد في كلش، باسكو سي دي بتيت بارسيل تخدمهم، ما كاش اللي يحب يخدم سهل، باسكو ما يطلبش بزاف دراهم ولا يطلب بزاف هذه وهو غالي. في الخارج هو راه يدير 42000 يورو الكيلو. هي تجارب استثمارية وجب دعمها لتكون الآفاق المستقبلية للفلاح والاقتصاد الوطني على حد سواء. المنيعة وباعتبارها منطقة فلاحية بامتياز تشتهر بإنتاج أنواع الحمضيات التي تمتاز بجودتها، إلا أن مشكلة التسويق يشكل عائقا لدى المستثمرين في هذه الثروة الفلاحية. نايلة حليفة. أزيد من 200 هكتار زرعت كلها بأنواع الحمضيات بالولاية المنتدبة المنيعة، حيث تعتبر هذه الثروة الفلاحية موروثة قديما. فالمنيعة لها طابعها الخاص من التربة الخصبة ووفرة المياه العذبة لإنتاج الحمضيات. ما شاء الله ما شاء الله، محصول كبير عندي، محصول كبير من الليمون ومن حتى من طنسا، من الكليمونتين، يعني الحقيقة فضل ربي هو اللي سبحانه عز وجل نعم علينا بهذه الأرض، خاطر لولا الأرض تصلح فيها اي حاجه. باش تشوف الشجره تاع القارص
اللي ممكن تروح للشمال تلقاها تلوح حوالي 20 كيلو 30 كيلو، حنا تلحق لثمن قناطر الشجره. رغم امتيازها بالنوعيه الجيده الا ان مستثمري المنيعه يشكون نقصا كبيرا في مجال التسويق، ولما لا تكون هناك حلولا ناجعه للرياده اكثر في انتاجها. احنا ما نجموش نكونكورونسو للشمال، لا هنا ما عندناش ما كانش تسوق ونتسوق، ما كانش ما تسوق لحد الان، كان لحد الان عندنا مشاكل تاع التسويق. لكن ما يخفاش انه فكرنا في هذا المجال واتصلنا بالفلاحين باش يكون عندهم مجلس مهني مشترك، باش يكونوا مجلس مهني مشترك هو اللي يقوم يعني بالتسويق هذا باش ما يكونش يعني فائض. المجال مفتوح والتدعيم موجود ايضا لتحسين مستوى الثروه الفلاحيه من الحمضيات بالمنيعه وتوفيرها في الاسواق الوطنيه. بعد تلقي مكالمة هاتفية مستعجلة تفيد بوجود 16 مواطنا بأعالي جبال البابور من بينهم عائلة تضم أطفالا، مما أدى إلى تشكيل خلية أزمة مستعجلة تضم رئيس الدائرة وعناصر الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني ومصالح المجلس الشعبي البلدي بولاية الصيف، بالإضافة إلى مواطنين متطوعين، حيث تم التنقل إلى منطقة البطحاء الواقعة بمرتفعات جبال البابور في ظل ظروف مناخية جد صعبة بسبب التراكم الكثيف للثلوج، حيث تم العثور على مكان تخيم جميع السياح بما فيهم العائلة وإجلاؤهم جميعا في حدود الساعة الثانية من صبيحة اليوم. في ملف العدالة تتواصل اليوم محاكمة استئناف قضية نشناشي زليخة شفيقة المدعوة السيدة مايا والمتابعة في قضايا فساد رفقة 13 متهما آخر بمجلس قضاء تيبازا بمرافعات هيئة الدفاع، وكانت جلسة اليوم الأول من الاستئناف قد رفعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس بعد استشواب المتهمين والشهود. ممثل النيابة العامة التمس عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين، ويتابع في القضية كل من ابنتيها إيمان وفرح الموجودتان في حالة إفراج، وعبد الغني زعلان ومحمد غازي وابنه شفيق المتابعان بصفتهما واليين سابقين لوهران وشلف، إضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل. وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء بتبييض الأموال واستغلال نفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة، نهب أموال عمومية، تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة، تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج. ووصلنا للتو بيان لرئاسة الجمهورية، حيث تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سيد محمود عباس، اطمأن من خلاله على حالته الصحية متمنيا له الشفاء التام والعاجل. وخلال هذه المكالمة طلب السيد الرئيس من السيد محمود عباس تبليغ شكره وتقديره الخاص مرفوقا بمشاعر الأخوة لمن زرعوا باسمه شجرة زيتون على جبل الزيتون قبالة القدس الشريف، ومن خلالهم إلى الشعب الفلسطيني كافة. وقد اغتنم الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه السانحة ليطلب من السيد رئيس الجمهورية نقل تهانيه الحارة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة، كما طلب السيد الرئيس من أخيه محمود عباس تبليغ خالص تهانيه للشعب الفلسطيني بنفس المناسبة. في ملف الصحراء الغربية تواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضرباتها في مواقع متفرقة من الجدار الرملي في منطقة الجرجرات لليوم 44 على التوالي. هذا وأكد البيان العسكري الصحراوي أن القصف طال عدة نقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي بكل من قطاع السمارة وقطاع الفرسية.
وفي الشأن الفلسطيني أصيبت سيدة فلسطينية ورجل إسعاف بالرصاص المطاطي جراء اقتحام قوة الاحتلال الإسرائيلي لمجمع فلسطين الطبي في رام الله. وقد أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية الاعتداء واصفة إياه بالاعتداء الخطير على حرمة المستشفى ويستوجب تدخلا دوليا عاجلا لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من هذه الانتهاكات. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، كما أصيب 10 الفلسطينيين بينهم أطفال بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال توغل جيش الاحتلال في مناطق عدة من الضفة. في جديد فيروس كورونا عبر العالم، تشرع العديد من الدول الأوروبية في عملية تلقيح شاملة ضد كوفيد-19 معتمدة لقاح شركتي فايزر وبيونتك. حملة التلقيح ستمس ما يزيد عن 10 بلدان، وذلك بعد التقييم الإيجابي للقاح من قبل الجهات الصحية المعنية في الاتحاد الأوروبي. رياضة الآن. في كرة القدم يواجه اليوم المنتخب الوطني دون سبعة عشر عاما نظيره السنغالي بملعب 5 جويلية الأولمبي. المباراة تدخل في إطار استعدادات الخضر للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا والمقررة من 15 إلى 26 من شهر جونفي المقبل بالجزائر، والمؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021. أما المواجهة الثانية من نفس المنتخب فهي برمجة ليوم 29 من الشهر الجاري، فحظ موفق للخضر. كما تلعب اليوم مباراة الجولة 6 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، جولة تحمل في طياتها 3 دربيات: دربي عاصمي يجمع بين نصر حسين داي واتحاد الجزائر، ودربيين في الغرب، الأول يجمع بين مولودية وهران وسريع غليزان، والثاني اتحاد بلعباس وأولمبي أشلف. نسرين شبوط تفصل أكثر. قطار الرابطة المحترفة الأولى يواصل سيره، فالجولة 6 ستشهد لقاءات مثيرة. أبناء اللونين الأسود والأحمر سيسعون لنسيان سلسلة الهزائم المتتالية وتحقيق 3 نقاط من أجل الصعود في سلم الترتيب. أما أشبال نذير الكناوي سيأملون للظهور بوجه آخر لإثبات جدارتهم بعد خسارتهم السابقة أمام شباب لوزداد. مباراة أخرى سيتنقل فيها نادي باردو إلى سطيف لمواجهة النصر السطيفي، مواجهة ستكون صعبة على الطرفين خاصة وأن في سجلهما لا توجد أي هزيمة. دربي الغرب بين مولودية وهران وسريع غليزان سيخطف الأنظار، مواجهة تاريخية وقوية تعود بين الفريقين. دربي آخر في الغرب يجمع بين أولمبي شلف وضيفه اتحاد بلعباس، ملعب العقيد لطفي بتلمسان سيكون مسرحا لمباراة وداد تلمسان وشبيبة تسكيكدا، فريقان يسعيان لفرض نفسهم في الساحة الكروية. لقاء آخر سيستقبل فيه اتحاد بسكرة ضيفه شبيبة القبائل، أصحاب الأرض سيستغلون هذه الفرصة للفوز باللقاء. أما الشبيبة القبائلية ستطمح لكسب الرهان بعد المستوى الذي ظهرت به مؤخرا. ولحساب دور التمهيدي الثاني ذهاب من رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، فاز مساء أمس شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية أمام ضيفه نادي غور ماهيا الكنيبي نتيجة 6 أهداف دون رد. هذا وستجرى مقابلة الإياب يوم 5 أو 6 جونفي المقبل، فبالتوفيق لممثل الجزائر في هذه المنافسة. وفيما يلي برنامج المباريات المتلفزة لنهار اليوم.
وضمن آخر موضوع في واحدة اليوم، نظمت المديرية الوطنية لمشروع الحظائر الثقافية بالجزائر بالتنسيق مع الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتأصيل النجار ورشة تقنية حول التسيير التشاركي لتراث منطقة التأصيل. إبراهيم بالخير. معا من أجل الحفاظ على تراث التأصيل النجار هو شعار ورشة تقنية حول التسيير التشاركي لتراث الحظيرة الثقافية للتأصيل والمحافظة على التنوع البيولوجي ذو الأهمية العالمية والاستعمال المستدام لخدمات الأنظمة البيئية في الحظائر الثقافية بالجزائر. لقد سمحت هذه المقاربة الجمع ولأول مرة بين المتدخلين حول أهداف ميدانية والتي ترتكز كذلك حول مدى إدراج وإدماج الساكنة المحلية في وضع أسس حماية تشاركية للتراث البيئي الثقافي. وستعمل وزارة الشؤون الخارجية جاهدة في هذا الصدد على دعم المشروع وكل من يساهم في تنفيذه. Aujourd'hui, nous tous, on a la responsabilité de préserver cette nature, cette biodiversité pour les générations futures, pour nos enfants et pour l'humanité. وتجسيدا لعمليات تنموية بيئية لفائدة السكان المحليين، وزعت حصة معتبرة من السلالة المحلية للجمال، إضافة إلى إطلاق وحدتين إنتاجيتين لتذكارات مستوحاة من تراث التأصيل النجار، تشجيعا لحرفيي الصناعة التقليدية. تدعم السياحة، وراح يكون فيه اتفاقية بين الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتأصيل النجار وهذا المستفيدين، حتى الحاضرة تقدر تستفاد معهم في إطار شراكة للعمل في المهام العلمية والمهام الميدانية للحاضرة الثقافية للتأصيل النجار. بلدية برج الحواس سيكون كذلك توزيع لمجموعة من الجمال في منطقة ديدر على موقع ذات الأولوية إهرير، وبعدين يكون هناك افتتاح ورشة ثانية للخياطة في قرية إهرير كذلك. الورشة تميزت أيضا بإمضاء اتفاقية التسيير التشاركي للسياحة المستدامة في المواقع ذات الأولوية على غرار تيهودين، مداك، إهرير وأنهف. إلى التذكير بأبرز العناوين: توزيع جوائز مسابقة أول نوفمبر في طبعتها 25، وتكريم المجاهدين عثمان بلوزداد والراحل لمين بشيشي بالمركز الدولي للمؤتمرات. استعدادا لعملية التلقيح ضد كوفيد-19، تجهيز 18 غرفة تبريد لحفظ اللقاح بوهران. محلات تجارية جديدة يستفيد منها التجار بخمس مليان في إطار برنامج وطني للقضاء على الأسواق الفوضوية. وكما تبعنا بالبويرة تجربة رائدة لزراعة نبتة الزعفران وأفاق لدخول عالم التصدير. وفي المنيعة وفرة في إنتاج الحمضيات في ظل مشكل التسويق. أشكر لكم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.